الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى. أعزائي المشاهدين، طاب مساءكم، أرحب بكم أشد الترحيب بحضور ضيف لك كل الضيوف، ضيف أفنى حياته في خدمة وطنه وأمته وما يزال. إن تحدثت عن الإنسانية فهو مثال الإنسانية، وإن تحدثت عن الجندية فهو مثال الشجاعة ومثال جندي الشجاع. تحدثت عما يقدم من عطاء للوطن فهو معطاء. هذا الضيف الذي مضى على وجوده في الولايات المتحدة 44 عاما لم ينسى بلده لحظة واحدة، كيف لا وقد سقطت حبات الدب الزاكي من الدكتور عادل الطراوني فوق أرض فلسطين، فوق هذا الحما العربي الذي نحبه كلنا ونعتز به كلنا. ضيفنا الدكتور عادل الطراوني من مواليد الكرك عام 1946، التحق بالقوات المسلحة عام 66، كان له شرف الاشتراك في حرب 67، أصيب وما يزال في جسده بضع رصاصات وشظيات عديدة تزين هذا الجسد الجميل. أيضا هذا الرجل الذي أمامكم أسر في فلسطين من قبل العدو الغاصب، عذب في فلسطين وتخرج من مدرسة القوات المسلحة، لكنه ما يزال يحن إلى هذه المدرسة بعد أن غادر الجيش بسبب إصاباته. واصل حياته العلمية، والآن هو صاحب ومالك واحد من المراكز العلمية المتخصصة في العالم في الولايات المتحدة الأمريكية، يحمل شهادة الدكتوراه في الطب البديل، الطب اليدوي، وهو تخصص نادر، يحضر سنويا إلى الأردن لكي يقدم جزءا من الدين لأهله في الأردن وفي الوطن العربي، يعالج مجانا المرضى الذين يعانون من أمراض في العمود الفقري وأي نوع من أنواع الدسك مجانا. أكرر، رحبوا معي جميعا بالدكتور عادل الطراوني، هذا الأردني الشجاع، الأردني الإنسان، الأردني صاحب تضحيات الكبيرة. مساء الخير يا دكتور. أهلا وسهلا، رحب فيك أشد الترحيب. نقول أنت شرف لنا حضورك، وأيضا بتشرفنا بمسيرتك، وبنقول إن شاء الله الله يبدي بعمرك حتى تكون مثال للعطاء. وأنت صاحب رسالة، هي رسالة العطاء والأخوة والتحدي. الحمد لله. أبدأ أقول أنت من مواليد الكرك يا سيدي. نعم يا سيدي. عام 1946. 46. نعم، ما زلت في بداية الشباب يا سيدي، والله يوفقك. الله يوفقك يا رب. حاب أدخل مباشرة عن دخولك في القوات المسلحة الأردنية، ويعني ما جرى معك، وكيف دخلت الحرب مع زملائك، ويعني كيف أصبت، وكيف غادرت فلسطين في تلك الفترة، وكيف سافرت لأمريكا. كل ذلك سيكون من خلال حديث بيني وبينك. فحاب أني أولا أسمع منك كلمة لإخوان المشاهدين اللي عم بسمع للدكتور الحبيب. كوني ابن جندي في القوات المسلحة، نعم، وحياتي وأنا طفل في الصف الأول الابتدائي كانت حياة جندية في المدارس العسكرية، نعم، فتابعت الحياة العسكرية بالانتماء للقوات المسلحة. أنا من دورة حطين الأولى مرشحين، بعد ما تخرجنا التحقنا في القدس، وكان هذا شرف يعني عظيم. بعد ما تخرجت من مدرسة المرشحين فورا إلى القدس. نعم، هذا أي سنة بالضبط كان؟ في 66 أعتقد، أو بداية 67. بدي أسأل، أنت عم تقول أنك والدك كان جندي، نعم، في القوات المسلحة، نعم، وشارك في حروب؟ شارك في حرب 48، نعم، وأصيب أيضا في فخذه. إذن أنت عائلة كريمة من أصل الحمد كريم لله. سيدي الحمد لله. طيب، فحصلت حرب 67، وأنا من الناس اللي شاركوا فيها، وكان لي الشرف العظيم إني أدافع عن تراب فلسطين وتراب القدس. كان أبوي من النوعية ووالدتي من النوعية المتدينين، وكانت القدس في قلوب، شايف، وفلسطين هي في قلوب كل العرب، شايف. فلما حصلت حرب 67 شاركنا فيها، وأسرت، انجرحت وأسرت، كنت في المستشفى. لا، بدي أبدأ يعني كيف استعداداتكم كانت لحرب 67؟ والله كنا يعني موجود بنفس القدس؟
أنا كنت في نفس القدس في الشيخ جراح. مين تتذكر من بين الزملاء قادة السرايا أو زملائك الجنود حتى نعيد؟ كان على يساري النقيب كان يسموه رئيس في هذاك الوقت نبيه السحيمات الشيخ. نعم. نبيه السحيمات. نعم. رجل من أفضل الرجال اللي عرفتهم في حياتي. هذا أخونا أبو أيمن. نعم. واللي راح نتشرف باستضافته في حلقة من حلقات. وكان قائد سريتي أنا. نعم. النقيب أو الرئيس حمود أبو قعود. نعم. شاب من الشجعان. نعم. نعم. اللي بتعرفهم. هذا قائد معركة الشيخ جراح سيدي. في نعم هو كان قائد سري تبعي. ونبيه سحمات. نبيه على جانبي على يساري. نعم. كان قائد معركة مندلبوم. مندلبوم نعم. إن شاء الله راح نستضيف الاثنين. يعني كنا نتحدث مع يعني اليهود تقدر تتحدث معه لو كان على الجهة الأخرى يعني وجه لوجه. نعم. كان يضرب علينا أحجار نضرب عليهم أحجار. هذا يوم السبت كان يوم غير سعيد بالنسبة لنا يوم السبت. فبدأت الحرب كنا أعتقد نبحث في خنادق أو بننظف في الخنادق وفتحت الراديو وإذا بقول على صوت العرب إنه أسقطت قوات المصرية 44 طائرة إسرائيلية. أنا فورا عرفت إن الحرب بدأت. يعني ما بلغتوا إنه في بدأت الحرب إلا من خلال النذياع؟ من الراديو. نعم. لأنها بلشت فجأة. نعم. فروحت على المراقبة وأنا مار على المراقبة قبل ما أصل المراقبة مرت طلقة من قدام وجهي. فعرفت إنه حرب بلشت عندنا هون. نعم. فبلشنا بإطلاق رصاص عليهم وبيطلقوا علينا فكانت الحرب يعني بلشت بعنف. المغرب في الليل يعني في بداية الليل أصبت في إيدي وكان عظام أصبعي مبينات. إذن أول إصابة لك كانت في يدك؟ في إيدي. أي إيد بالله؟ اليسرى هاي. ما زالت يعني الإشارة واضحة. نعم هي العظم طالعة. مصاب. نعم. فإجا شاب اسمه فريد من الإسعاف. نعم. فقال لازم نخليك على المستشفى. قلت له أنا ما بروح ما بترك الجنودي. جنود يحتاجوني وهذا جرح بسيط بس. أنت كنت مسؤول عن عدد من الجنود. 81 كان بالتحديد. تذكر بعض الأسماء بالله يا دكتور. والله من الأسماء هذولا في النهاية واحد اسمه شاويش كان عندي اسمه رحال وكان عندي موسى علي هذا من الأخيرين آخر ناس كانوا معي. في شاب اسمه أحمد هذا كمان بتذكره هذول من اللي ظلوا معي في النهاية. ما بتعرف أحمد إيش بس أحمد؟ لا والله ما بتذكره. طيب. بس موسى علي من عجلون. نعم. هذا واحد كمان كان معي. نعم. فلما في الليل صرنا نسمع صوت الجنازير. وكان صوت مؤلم جدا يعني تشوف إنه الدبابات بتتجه تجاهك. وجه الصبح اخترقوا منطقة الشيخ جراح والتفوا وراء الموقع تبعي. نعم. فلما التفوا الاتجاه الرماية تبعنا للأمام ما في عندنا دفاعات خلفية ما كنا نتوقعهم يجوا من وراء. نعم. فألقوا قنبلة يدوية على الغرفة اللي أنا فيها وكان معي موسى وأحمد كانوا هناك. لما ألقوا القنبلة اليدوية حسيت أني بفكر حالي بموت ليش من صوت القنبلة وبعدين العجه الدخن دخن دخن. فدين قلت أنا بفكر كيف بموت أنا ما دام إنه أنا قاعد بفكر. فوجدت إنه شغلة الطنين في إذني من الصوت وإنه الغبار هذا اللي والدخنة. لما طلعت برا وإذا خوذ يعني بدي أقول لك في ألف خوذ بتطلع علي من الخارج. هذول يهود يعني؟ يهود. نعم. فخبطني واحد منهم في رشاش في إيدي. وسقطت في الأرض وقعت على الأرض. فكانت إيدي هون الشرايين تنزف حطيتهن على الأرض على أساس سكر الشرايين شعرت أنه انضربت كم من طلقة في ظهري كانوا ثلاث طلقات واحد خبط من فوق المطبخ. إذن أصبت أنت بإيدك بإصبعك وبإيدك وبظهرك ظهري وأنا واقع على الأرض وكل جسمي رجلي هذه كانت شبه مقطوعة. بعدين عندي واحدة فوق القلب هون ما زالت واحدة في إذني هون كانت ما في شرايف في كل مكان في راسي. أنا بعرف في شرايف جسمك. نعم ست طلقات و17 ضي. لغاية الآن؟ قسم منهم راح طلعوا نعم. المستشفى قعدت مدة طويلة في المستشفى العسكري. نعم. نعم. يعني كأني سمعت مرة منك بتقول لما كنت تدخل على المطارات لأنك رايح جاي على الخط. كانوا يغلبون. كانوا يغلبوك طيب. يغلبون أقول لهم شو. زمر الأجهزة. زمر الأجهزة. آخر مرة مسكني مع الكتفي بقول لي شو في كتفك هون؟ قلت والله أنا مصاب. في طلقات في جسمي لا زالت
ففتشونا بغلبوني والله في المطارات. طب لو اخذت معك صور الاشعه ما بتمشي الامور؟ هو ما بفتشوه طبعا، بيطلعوا اذا ما في معك شيء بيعرفوا انه ما في شيء. طب انا بعرف احد الزملاء انه لما رموا عليك القنبله اليدويه حاول انه يرد هذا القنبله. والله موسى كان هو قريب من الباب. نعم. فلما شاف القنبله اليدويه رموها علينا. نعم. مسكها بده يرجعها لانه معك 7 ثواني. نعم. هم في العادي لازم تعد الاربعه بعدين زدتها، فيظهر انه عدوا للاربعه بعدين زدتوها. يعني شغله اعصاب. فلما مسك القنبله على اساس يرجعها انفجر في ايده. نعم. صارت ايده زي المكنسه. شايف الله يرحمه. طب بدي بس اعود للوراء شوي. الله يرحمه الشهيد منصور كريشان. هذا قائد الكتيبه. شو بتتذكر بسمات هذا الرجل؟ كان اب. كان اب اكثر من انه قائد. نعم. كان في الليل يحكي معي يقول لي يا اخوي يا عادل النار ولا العار؟ النار ولا العار. يحكي معي دايركت يعني مباشره انه كان يشجعنا. كنت تحس انه اب، هذا مش القائد العسكري بيحكي معك. باي معركه استشهد؟ استشهد في الشونه. في الشونه. اه والله هذا من النوعية يعني انا افتخر فيه، وانا اتمنى اني اقابل اولاده وزوجته بس اهنيهم على القائد الرائع. ما شاء الله، يعني هذه يعني لحظة. نعم. جميلة انه نستعيد ذكريات اناس استشهدوا لكن ما زال حياتهم وسيرتهم العطرة في قلوبنا كلنا. اسم الكتيبة الكتيبة الحسين الثاني. نعم. ويقال انه الملك حسين يحمل اشارة الكتيبة على كتفه. طيب انت من الناس اللي وقعتوا بالاسر. نعم. وفي قصص كثير يعني لابد ان نذكرها كيف وقعت بالاسر، وفي شخص كثير غالي على قلوبنا كنا رائد، هو كان قائد مساعد قائد الكتيبه، هذا الشخص علي مثقال الفائز اللي بيطلع لنا كنا نعتزه ونفتخر فيه. هذا انسان بطل. بدي نحكي عن هذا الرجل نوفي بعض حقه. لما بعد ما اطلقوا رصاص علي. نعم. وتركوني، أنا فكروني إني أنا ميت لأن. نعم. كنت مرمي على الأرض والدم تحتي. نعم. فتركوا الموقع وتابعوا، فأنا نزلت ورحت على منطقة فيها موسى. نعم. في خندق صغير، وإذا موسى موجود، فلما شافني وأنا بزحف قال هلا حبيبي. ما شاء الله أخوك. هلا يا حبيبي أخوي في السلاح. فجرني لجوه في الإيد الثانية، الإيد مش مجروح، كنت شبه كاني في حضنه، يعني في راسي كان في حضنه، فكنت أغيب وأرجع للحياة. أنا فكر حالي أنه أنا قاعد بنام، شايف في الحقيقة من قلة الدم كنت أغيب وأرجع مرة ثانية. فإجوا شباب اثنين على الخندق قالوا إحنا بدنا نطلع من الموقع لأنه في رماية كثير وقصف كثير، بتطلعوا معنا؟ قلت والله أنا ممكن أقدر أطلع معكم. هاي موسى. موسى قال أنا كثير دايخ بقدرش أمشي، خلوني هون اللي بدي يصير. نعم. فطلعنا حوالي 100 متر بس خارج الخندق موقع، فروحنا على دير المسيحي. نعم. عمارة مسيحية. نعم. وفي عمارة بجنبهم بجنب الدير في الباب فاتح، دخلنا جوا ونمت أنا. فإجوا الشباب اثنين يحطوا اسطوانات الغاز حول راسي على أساس حماية لراسي لأنه خطر العملية. كانوا ينظروا إلى حمايتي أكثر من ينظروا على حماية نفسه. نعم. وظلينا لليل، في الليل قالوا بتحب تطلع تروح معنا ونطلع من هون. فقلت والله كان في صوت. كيف عملوكم بالدير؟ ما كان ما في ناس. ما في ناس؟ ما كان في ناس، لأنه احنا في غرفة خارجية من الدير. فقالوا بتطلع معنا، قلت والله بحاول. فجيت أنا على رجل واحدة بمشي، وهم الشباب على رجلين ثنتين، ويعني هذيك اللحظة الإنسان يعني ما بنتبه إلى نفسه لأنه لحظة حياته. قديش كان عمرك يا دكتور؟ والله خف الله في 20. 20 سنة. نعم. هذا إحنا بنحكي قبل 50 سنة. ما نعم. هذه. نعم. نعم. فطلعت وإذا في دبابة، بالدبابة عليها شوية أضوية خافية، وبعدين هي خافتة، بعدين الصوت شغاله. فأنا كنت عطشان كثير، رحت عليه فكروا انه دبابة عراقية، فرحت عليه حكيت قلت له يا اخوي والله اني عطشان، طلعت واذا الكتاب عبرية. طلع علي نحل انسانية صعبة عليه، كان انه يقتلني في هذه اللحظة وجه لوجه. حط 500 في